بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین السلام علیکم. انشاءاللہ آج ہم دعائے عاشورہ سیکھیں گے. یہ دعا بہت مجرب ہے. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جو شخص عاشورہ محرم کو طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک اس دعا کو پڑھ لے یا کسی سے پڑھوا کر سن لے تو انشاءاللہ یقیناً سال بھر تک اس کی زندگی کا بیمہ ہو جائے گا. ہرگز موت نہ آئے گی. اگر موت آنی ہی ہے تو عجیب اتفاق ہے کہ پڑھنے کی توفیق نہ ہوگی. چلیں اس دعا کو سیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا قابل توبة آدم يوم عاشورا، يا فارج كرب ذي النون يوم عاشورا، يا جامع شمل يعقوب يوم عاشورا، يا سامع دعوة موسى وهارون يوم عاشورا، يا مغيث إبراهيم من النار يوم عاشورا، يا رافع إدريس إلى السماء يوم عاشورا، يا مجيب دعوة صالح في الناقد يوم عاشورا، يا ناصر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم عاشورا، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين، وقض حاجاتنا في الدنيا والآخرة، وأطل عمرنا في طاعتك ومحبتك ورضاك وحينا وأحينا حياة طيبة وتوفنا على الإيمان والإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بعز الحسن وأخيه وأمه وأبيه وجده وبنيه، فرج عنا ما نحن فيه. پھر سات مرتبہ یہ پڑھیں. سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرزا وزنة العرش، لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشفع والبتر وعدد كلمات الله التامات كلها، نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين.
وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله والحمد لله رب العالمين سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرزا وزنة العرش لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه سبحان الله عدد الشفع والبتر وعدد كلمات الله التامات كلها نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله والحمد لله رب العالمين سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرزا وزنة العرش لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه سبحان الله عدد الشفع والبتر وعدد كلمات الله التامات كلها نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله والحمد لله رب العالمين سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرزا وزنة العرش لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه
سبحان الله عدد الشفع والبتر وعدد كلمات الله التامات كلها نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله والحمد لله رب العالمين سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرزا وزنة العرش لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه سبحان الله عدد الشفع والبتر وعدد كلمات الله التامات كلها نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله والحمد لله رب العالمين سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرزا وزنة العرش لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه سبحان الله عدد الشفع والبتر وعدد كلمات الله التامات كلها نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله والحمد لله رب العالمين
سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرزا وزنة العرش لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه سبحان الله عدد الشفع والبتر وعدد كلمات الله التامات كلها نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله والحمد لله رب العالمين.